السلام عليكم السكر، ان شاء الله تكونوا بخير. معاكم عاطف ابريكي ورجعت لكم فيديو جديد يا شباب. اللعبه وجدت اني عندي 61 بطاقة ديامون، حبيت نجيبيه لوكي، حبيت نجيبيه السكين الموجود في اللوكي رويال، وهذا باش يكون تحدي نجيبوه ب 61 بطاقة ديامون. واذا كان ما جبناهوش ب 61 بطاقة ديامون، ما تنتظروش مني اني نضرب عليه بالجوار، على خاطر سكين ما يستحق. هذا رأيي الخاص وتنجموا تشاركوني. ثم حاجة أخرى حبيت تحكي فيها في الفيديو هذايا، الساكورة إن شاء الله باش يهبط على قريب وباش نحرقوا الجواهر على الساكورة، خاطر بالرسمي هذاك باش يكون حدث يستحق أنك تحرق عليه جواهر. علاش قاعد حاسب رأيكم علاش قاعدين نجموا الساكورة؟ هما حاجتين، يا إما الحلقة الأخيرة لفري فاير، يا إما فري فاير باش تعاود ترجع بقوة وأقوى، باش تكون أقوى من القبل. هذا إن شاء الله باش نعرفوه في المستقبل. اي واحد منكم، اي واحد يشاهد الفيديو هذا ويحب يربح معنا جواهر فري فاير، سهل برشا، ثم فيديو باش يظهر الفوق توا، نجم تشوف الفيديو هذاك يا اسطوره، وحظ موفق للجميع. حاجه اخرى، ثم قناه سفر مشترك عملناها مزال، هي توا فيها شويه مشتركين صحيح، اما مازلنا عملناها جديده، وقت توصل 1000 مشترك، وقت توصل 1000 مشترك نهدوها لواحد من المتابعين، والا نعمل عليها مسابقة. هذه زاد حاجة إن شاء الله نتعاونوا عليها الناس الكل يا أساطير. مثالش أي واحد فرش الفيديو هذا، بر امشي أعمل اشتراك في القناة هذايا، تنجم تكون من نصيبك في القناة. حاجة مهمة على الأخر كيما نقولها في أي فيديو ولازمني نقولها في الفيديو هذايا زاد، اللي هي إنك تعمل لك اللايك وتعمل اشتراك، على خاطر في أغلبية الفيديوهات، أغلبية الفيديوهات اللي نعملها بنسبة 90، بنسبة مش 90، خلينا نقولوا بنسبة 70%، يا إما ينسى انه ما يعملش، يا اما يبخل انه يبقى ينزل هاك اللايك. المره هذه يا اخي نحبك ما تنساش وما تبخلش، وشجعنا بك اللايك والاشتراك، ويلا نشوفوا مع بعض اللعبه يا اساطير. كالعاده شباب فتحنا اللعبه، وهذايا اللاعب نتاعنا، هذايا اللاعب نتاعنا كما تشوفوا يرحب بكم وكلكم. كلكم راهو موعد وصلت للمرحله هذه الفيديو، دونك عاملين اشتراك وعاملين لايك وجاوبكم بيان في الوقت هذه. نتصور انه اعز سلاح موجود في اللعبه الوقت الحالي، واقوى سلاح في الوقت الحالي. اذا كان تحبوا نحرقوا عليه جواهر، اذا كان تحبوا نحرقوا عليه جواهر، 10 تعليقات فقط موجودين فيهم، لا 10 شويه، 10 خلينا نقولوا 20، 20 تعليق، 20 تعليق فيه عاطف احرق جواهر على النقار. نوعدكم نعمل فيديو نحرق فيه جواهر على النقار. لقيت اقل من 10 تعليق، اقل من 20 تعليق ما فيهوش عاطف احرق جواهر على النقار، مانيش باش نحرق جواهر على النقار. سهله برشا يا اساطير. باهي خلينا نشوفوا. باهي بالنسبه للسكين هذايا يا شباب، بالنسبه للسكين هذايا حرقنا عليه جواهر وعملنا عليه فيديو، ديجا باش يظهر عندكم، اللي مازال ما شاهدش الفيديو يمشي الفيديو. وخلينا نشوفوا السكين الخرافي، خلينا نشوفوا السكين الخرافي الاسطوري. الاسطوري ديجا مش متليشارجي الغايب، لحظة برك انتي لي شارجي شباب ونرجع لكم. بون والله ماهوش خايب، خايب راه ماهوش خايب، خايب. باهي الشباب كيما تشوفوا عندنا 61 بطاقة ديامون، إذا كان ما جبناهوش ب 61 بطاقة ديامون راني مانيش باش نكمل نضرب عليه. فما سكين بنت، أوه شباب إذا كان طيحنا. باهي خليني زيد نقولكم حاجة، إذا كان طيحت سكين البنت نتجلط في الفيديو هذا وما نكملوش. حاجة أخرى، تصوروا أساطير كان جبناه بعشرة بطاقات، بعشرة بطاقات ديامون. تصور إذا كان جبناه بعشرة بطاقات ديامون، سي بون معناها وفاه الفيديو، الفيديو باش يكون فيه دقيقتين ولا ثلاثة دقائق. باهي لحظة بركة قبل ما نتعدوا خليني نوريكم حاجة، لحظة بركة خليني نوريكم حاجة. إن شاء الله كل من تيليشارجيها الغايب برك، هذه هاي هذايا الحب، هذايا الحب يا أساطير، هذايا الحب. انتظروا ان شاء الله على قريب، انتظروا ان شاء الله على قريب باش نحرقوا جواهر على الساكورا. الساكورا هذه ديجا خذيناها، هذه نورمالمون عندي منها، علاش هابطه مره اخرى لهنا؟ باهي لحظه برك. توا شباب خلينا نضربوا على السكين الاسطوري الموجود عندنا، السكين الاسطوري موجود في اللوك رويال. هذا السكين شباب كيما قلت لكم 20 تعليق، 20 تعليق نعملوا حرق جواهر على السكين هذا، 20 تعليق، 20 تعليق. انا ماذا بيا ما نوصلوش 20 تعليق. باهي تصوروا من الاول عندها 61، باهي خلينا نضربوا بوحده بركه، راه شتي مش تجي.
شنو باش تجي واحدة سكان 3 ايام باهي اللاكي عندنا 39 بسم الله اول 10 بطاقات شنو باش يجي عندنا حاجة صفرة لهنا التقط واو التقط مرة اخرى قاف فيليستاسيون شعر البنت حكاية ما تبشرش بخير والله تبشرش بخير جملة زاد كين البنت فيليستاسيون اكيد نتاع الطفلك شعر الولاد قاف مرة بنت مرة ولاد قاف فيليستاسيون اوكي هذا موتو بعد ناخذه مع 61 لاكي اوكي 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 فيليسيتاسيون طفلة مرة اخرى اوكي ليه عندنا 72 لاكي يلا 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 انا متأكد انه باش يجي سكين ولاد متأكد 1000% زاد عندنا خمسة خمسة هي ذيك بتاع الكيوب الحاسيب فيليسيتاسيون فيليسيتاسيون مو كبيرة ذي اوكي اوكي مازال لو حققنا البارتي الفوقانية مازالت البارتي الوطنية يعني هاي نحبو كامل 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 باش مازالت انا من البطاقة باش من البطاقة مازالو 10 بطاقات لا لا ولا حبيت نجيبو برجع تحمست اني نجيبو باه خلينا نضربو 3 بطاقات بسم الله يلا لا يلا بسم الله فيليسيتاسيون شنو السرويل هذايا هذول اللي جبناه ولا هذول اللي جبناه الكل ولا بسم الله توا توا باش يطيح الكل توا كافو 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 اخر 10 بطاقات اخر 10 بطاقات جي سكين كامل هذا شنو حبيت هذا شنو حبيت انه يجي سكين كامل اخيرا اخيرا اخر 10 بطاقات اخر 10 بطاقات ديجا كان عندنا الكل كان الصبات نتاعو بركه ما عندناش هكاو اوكي وين خلينا نمشي ناخذوه عندنا ارموار اوكي وين هو المعلم كفو 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 خذينه خذينه كالعادة جواري رحب بيكم وقالكم اللاعب متاعنا يقولكم اذا كان التوى مازلت ما عملتش اكل لايك واذا كان مش مشترك في القناة التوى تعمل اللايك وتعمل اشتراك يا اسطورة حاجة اخرى خليني نقولها قبل ما نكمل الفيديو ثم ان شاء الله باش ننزلوا في القناة ان شاء الله باش ننزلوا في القناة لعبة جديدة لعبة تختيم باش تكون لعبة اكشن واثارة اثارة ننصحك انك تشاهدها اللعبة هذه ننصحك انك تشاهد اللعبة واذا كان عمرك اقل من 18 سنة بطبيعة الحال ما ننصحكش انك تتبعها اللعبة هذه وتفرج فيها لهنا نوصل ختام الحلقة متاعنا يا اساطير لهنا نوصل ختام الفيديو متاعنا ان شاء الله يكون عجبكم